أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله صلى الله وسلم عليك يا مولاي وعلى أهل بيتك المظلومين المشردين عن الأهل والأوطان. صلى الله وسلم عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم لا مع غيركم يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، فلما تعالى يا نياح الهاشميات بالفلاة وأقبل بشر عند قبر محمد فمد به مجنجلا ينادي ألا يا أهل يثرب لا مقام لكم، ينادي أيا أهل يثرب لا مقام إن الحسين مجدلا فما بقيت في خدرها شوية ولا ماجد إلا إليه تحولا بعد يا شاعر. وجاءت له أم البنين بشجوها تفت حشا من شجوة من قسوة الدهر مثقلا تنادي أيا بش من تنعى. فقالت الصفري فركن المعالي
زلزلا فقالت له كن مخبري. قال بالثرى بلوك بفيض النحر كل تغسلا. فقالت له ما حال سبط محمد. فكل له يمضي فداء وإن على. فقال لقد جد له صاحبا له أبو الفايض عباس الإباء المفضلا. وقد قطع الأعداء كفيه نقمتين لما كان أبلى فيهما. أحسن البلاء فقالت له ما حال سبط محمد. فكل له وإن على. فقال لا يا أم نوح لأجله فقد خر من ظهر الجواد مجددا. فخرت تنادي وحسينا من شجر لو يتامى والذبح عباس. مرحبا مرحبا بهذه العبرات. بالله استعدي للبواجي يم البنين. ردوا يتامى والذبح عباس يم البنين. اتذبحوا كلهم على القاع وحسين خدرت حيدر علي فريت القناع ويا الحرم والنار تسعر بالصيام. يم البنين الأربع عن ذبحة وضماية وظلوا ثلاثة أيام بالغبرة. دمهم غسلهم والدرب صاير جفنهم. ومن الصبح زينب مشت للشام فوق التليز المرت وشافت المطار. يم البنين الأربعة تشهد لك الناس ما صار باليوث الحرايب مثل. انت حافظ ابيات وياها صوتك وياها. يم البنين الأربعة تشهد لك الناس ما صار باليوث الحرايب مثل. خل الأرض روس وجثث وانضه مداس الميدان صار وقال
الحسين ما تبقى يا مشور بالله لا تقول حسين ما شوف بالعالم عوض عني عن حسين لكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال عز من قائل في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. آمنا بالله صدق الله مولانا العظيم. الحياة في المفهوم الرسالي لا تعني الروتين الغالب عليها من صوم وصلاة وزكاة وعمل وخمس وزواج وما شابه، وإنما تعني عقيدة وجهاد. إذن ما هي العقيدة وما هو الجهاد؟ العقيدة هي تلك المبادئ والقيم التي يعيها الفرد الرسالي، يعني قاعدة يرتكز عليها الفرد الرسالي لتكون منطلقا له لأداء رسالته في جميع أنحاء العالم. الجهاد هو تلك الثورة المستمرة على كل من يحاول المساس بهذه المبادئ والقيم ابتداء من أقرب شيء للإنسان وهي النفس وانتهاء من العدو الغاصب أو المستعمر. إذن الجهاد ثورة في كل وقت وعند اتخاذ أي قرار. لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لأصحابه بعد أن رجعوا من إحدى السرايا التي تعثروا فيها، قال لهم قد قضيتم ما عليكم من الجهاد الأصغر وبقي عليكم الجهاد الأكبر. قالوا يا رسول الله نحن قتل بعضنا ويتمت الأطفال أرملت النساء، وتقول قد قضيتم ما عليكم من الجهاد الأصغر، فما هو الجهاد الأكبر؟ قال هو جهاد النفس. جهاد النفس، نعم، ربما النفس تجر على الإنسان متاعب كثيرة، ربما تجعله يعصي الله، ربما تغرر بهذا الإنسان، تزين له حب الشهوات من النساء البنين القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ربما تجعله يقف مع جبهة الباطل أمام جبهة الحق. عمر بن الناس ليلة عاشوراء ينظر إليه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وإذا به يقول يا ابن نحس إن لي معك شجون وشجون. يقول له تفضل أبو عبد الله. شنو هذا الشجون؟ قال أريد أن أذكرك بصفة قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أريد أن أذكرك بصفة الرحم بيني وبينك، إحنا بنو عمومة. قال كله أعلمه يا ابن رسول الله، ولكن لاحظ منطق عمر بن الخطاب، ولكن إن لي دارا أخاف من ابن زياد أن يصادرها أو أن يهدمها. قال أعوذك عنها دارا في الجنة. الإمام الحسين من قوم إذا قالوا للشيء كن فإنه يكون بإذن الله. عبدي أطعني تكن مثلي أو مثلي، أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون بإذن الله. قال أعوذك عنها دارا في الجنة. قال يا أبا عبد الله إن لي ضياعا، عندي بساتين
عندي مزارع أخاف من ابن زياد أن يصادرها. قال أعوضك عن هذا يا عمر. الإمام الحسين ليس بالرجل الفقير، سلطان الدنيا والآخرة. أعوضك ضياعا عنها، لكن ماذا كان منطق عمر بن سعد؟ وللأسف للأسف هذا المنطق يعني من الأزمان الغابرة إلى يومنا هذا يتكرر، وتلك الأيام نداولها بين الناس. يعني الآن حجج الضعفاء، أرضي، بيتي، أولادي، دراستي، منصبي، جامعتي، منصبي، هذه الحجج الواهية التي تطلق الآن، هذه الحجج الواهية. عمر بن سعد يقول إن لي ضياعا أخاف من ابن زياد أن يصادرها. قال وأعوذك عنها ضياعا في أخير. ما إذا كان منطقة الجائزة المنصب؟ فوالله لا أدري وإني لحائر أفكر في أمري على خطرين، أأترك ملك الري والري منية الأمر جاء مأثوما بقتل حسين حسين بن عمي، والحوادث جرمة لعمري ولي في الري قرة عيني. انتهى عمر بن سعد. لذلك من غلب هواه هانت عليه دنيا. مسألة أخرى، الجهاد مع العدو أو مع النفس لا فرق، واجبا إنسانيا إسلاميا على كل فرد في المجتمع. شلون يعني فرض واجب إنساني إسلامي؟ ولماذا قدمنا الإنساني على الإسلامي؟ لأن الإنساني لا يختص بالإسلام، والجهاد لا يختص بمسلم. كل فرد في المجتمع عليه الجهاد. لذلك في أيام الإمام جعفر الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام خرج رجل من رجالات الهند، هذا كان يعلم الكثير من المغيبات، سمع به الإمام، ذهب إلى الإمام بينما هو في إحدى الغابات، وجد بيضة وضعها في جيبه. جاء إلى ذلك الرجل بعد أن استتم به المقام، قال أنا أريد أسألك سؤال أخير، ماذا في جيبي؟ طأطأ برأسه إلى الأرض ثم رفعه، قال إن في جيبك بيضة، في جيبك بيضة. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يعلم من أين لهذا الرجل، أو من أين علم هذا الرجل، لكن أراد أن يضرب العبرة. إيش قال له؟ قال له من أين علمت ذلك؟ يقول له جاهدت نفسي، جاهدت نفسي بحيث أمنعها مبتغاها، شهوتها، شهوة الباطن، شهوة الفرد. زين، فوصلت إلى هذه الدرجة. ماكو، اكتب في الجوجل الآن صيام الكهنة. زين، اكتب واقرأ عن صيام الكهنة. يصوم هذا الكاهن إلى أن يصل إلى مرحلة من مراحل الكشف. زين، قال أنا أدعوك إلى الإسلام. رفض أن يدخل في الإسلام. قال وماذا تقول لك نفسك؟ قال إن نفسي غير راضية. يقول له أنت تخالف نفسك، فخالفها وادخل معي. فعلا خالف نفسه ودخل مع الإمام، وإذا به لا يعلم شيء مما كان يعلم. زين، يقول له سيدي أنا لما كنت على ديانتي أي غير مسلم كنت أعلم الكثير من المغيبات، لكن الآن لا أعلم شيء. قال قد أجله الله سبحانه وتعالى لك إلى يوم القيامة جائزة منصب جاء. لذلك أنا قلت لك الجهاد مع العدو أو مع النفس لا فرق، واجبا إنسانيا إسلاميا على كل فرد في المجتمع. لماذا؟ لكي يتحول الإنسان من الصفوف المتأخرة في الحياة إلى الصفوف المتقدمة، ومن الجمود إلى الحركة، ومن العبودية إلى التحرر في عبادة الله سبحانه وتعالى. إذن هل ضرب لنا التاريخ شخصيات جعلوا مبدأ الحياة عقيدة وجهاد أمام ناظريهم؟ طبعا غاندي يقول تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما. فالإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام أبو الأحرار الذي رسم الدرب
للأحرار للثوار الذي لم يعبأ بكلام المثبطين الذين أرادوا تثبيط عزمه عن الخروج لمواجهة يزيد بن معاوية، حينما قالوا له: يا أبا عبد الله، من هوان الدنيا على الله أنك تخرج وتقتل على يد بغي من البغايا. قال الإمام الحسين: قال شاء الله أن يراني قتيلا. لذلك الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام لما خرج رفع أول شعار لثورته: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ضالا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح. عنوان عريض لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي أمير المؤمنين. عنوان عريض: الإصلاح. الإصلاح يعني الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام حينما رفع هذا الشعار، يعني معناته أن الإمام الحسين لم يخرج من أجل جاه ولا منصب ولا كرسي، زين، إنما خرج لطلب الإصلاح. الإمام الحسين سلطان الدنيا والآخرة كما قلنا، مو محتاج إلى أموال. شهرة الإمام الحسين طبقت الآفاق، ما محتاج إلى شهرة، مو محتاج إلى جاه الإمام الحسين، زين. إذن إذا كان الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام خرج من أجل الإصلاح، نحن كموالين للإمام الحسين أو كمحبين للإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، ما هو دورنا؟ ما هو الدور الذي لا بد أن نقوم به في هذا الزمن أو في أي زمن كان؟ لأن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام إن كان في زمن يزيد بن معاوية أو كان في زمننا هذا أو أي زمن من الأزمان، وخرج رجل كيزيد بن معاوية، لابد أن يخرج في وجه الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنه طالب ب، قلنا، عنوان عريض: الإصلاح. فبالتالي الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام يريد منا أن نفهم أهداف ثورته ولماذا خرج الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الحسين لو جئنا إلى نرى أن الإمام الحسين يوم عاشوراء لا فرق لديه بين سيد ومسود، بين أسود وأبيض. علي الأكبر يقع في الميدان، يأتي ينحني عليه الإمام الحسين على الدنيا بعد كعافة. بالمقابل جون مولى أبي ذر عبد أسود حبشي، يأتي يضع خده على خد جون الإمام الحسين، يقول: من مثلي وابن رسول الله، يضع خده على خده. إذن ماذا يريد الإمام الحسين؟ يريد أن يرفع الظلم الاستعباد عن جميع الشعوب في أي زمن من الأزمان. زين، إحنا لو جينا الآن في ظلم، في استعباد، إحنا لو أخذنا الآن جولة في العالم لنرى هل هناك ظلم واستعباد؟ احنا خلنا نشوف مثلا في ناميبيا. ناميبيا السود يعملون كخدم عند اصحاب اللون الابيض، لماذا؟ لان الوانهم سود فقط. جنوب افريقيا حتى بعد الاستقلال، يعني احنا نقول انها استقلت، زين، لكن ارجع الى جنوب افريقيا، زين، واقرا وسائل الاعلام المقروءه المرئيه المسموعه، تجد نصف مليون أسود يسجون في السجون سنوياً فقط لأن ألوانهم سود. أمريكا شرط العالم، شرط العالم، بلد التكنولوجيا، الدراسات تقول أن ملايين الأطفال تموت سنوياً بسبب سوء التغذية. إنزين، أمريكا ليست بالبلد الفقير، عندها محاصيل زراعية، وين هذه المحاصيل الزراعية؟ قالوا أن أمريكا تحرم فاضل المحاصيل الزراعية لكي لا تتخلخل قيمتها. أنت تعرف إذا زاد، يعني أي واحد عنده خبرة في مسألة التجارة، أنه إذا زاد العرض على الطلب تخلخلت قيمة هذا العرض، زين، بالتالي تحرم فاضل المحاصيل حتى لا تتخلخل قيمتها. وعندك الآن في العراق، في فلسطين، في لبنان، في البحرين،
فقط لأنهم يرفعون كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عليا ولي الله. شوف هذا القول، الإمام الحسين بالمقابل يريد أن نكون أولاً أن نكون شيعة بحق، موالين بحق، محبين بحق. إذا قلنا فعلنا، يعني ما نرفع الشعارات الكرتونية، ما نرفع الشعارات الكرتونية يا ليتنا كنا معكم أو إن لم يجدك بليني عند استغاثتك. لا، أنا قرأت قضية وقضية مشهورة، زين، تداولتها برامج التواصل الاجتماعي كثيرة. واحد من خدمة مشهد الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول لما كان الثورة التسعينية أيام المقبول صدام وجاء حسين كامل إلى المشهد، اعتقل الموجودين وجاء بهم إلى خارج كربلاء مقيمين وخلاهم، أخذ يدور عليهم، من منكم مع الحسين؟ من هو يا الحسين؟ ما حد كان يقول. وإذا بشاب 18 أو 17 سنة قال أنا مع الإمام الحسين، يقول له روح اذهب إلى هناك. فلما أراد الذهاب قتله وقام يدور عليهم من كذلك مع الإمام الحسين، وإذا بشاب في نفس عمره قال أنا مع الإمام الحسين، يقول له اذهب عندنا ذلك. أراد أن يذهب قتله، يقول هذا خاف أن نكون كلنا مع الحسين. إيش سوى هذا؟ قال اذهب، يقول إحنا ربع يزيد بن معاوية لأن خفنا نقول يا الإمام الحسين إذا إحنا مع يزيد بن معاوية، يقول مشينا. يقول في تلك الليلة رأيت في الرؤيا وكأني في نفس المكان وأنا قاعد أنظر إلى جثتين ذلك الشاب، وإذا أنا بقافلة الإمام الحسين قد أقبلت، الحسين معه العباس والأنصار. وقف الحسين على جثتيهما وقال لأصحابه خذوا هذا الأول ادفنوه مع الأنصار، الثاني ادفنوه في مرقدي. يقولون سيدي اثنين انقتلا في حبك، ليش هذا مع الأنصار وهذا معك؟ قال هذا الإنسان الأول الذي قتل ما يعرف أنه سيقتل، لكن الثاني رأى الأول مقتول أمام عينه، مع ذلك قال أنا مع الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن لا يريد منا الشعار الكرتوني، شعار كرتوني يا ليتنا كل من باب الطرفة، أحدهم كان ينادي يا ليتنا كنا معكم سيدي إن لم يجبك بدني عند استغاثتك فقد أجابك سمعي وبصري. هذا رأى في الرؤيا الإمام الحسين. الرسول صلى الله عليه وآله يقول من رآنا فقد رآنا، فالشيطان لا يتمثل فينا، الشيطان لا يتمثل فينا. هذا رأى الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في الرؤيا، واقف متكئ على سيفه ومعركة الطف موجودة، يقول لي يا هذا اتنادينا يا ليتنا كنا معكم، هذه معركة الطف تفضل انصرنا. قال أبا عبد الله أو صدقتني فيما أقول، هذه كلمات وشعارات براقة أنا أقولها. الإمام الحسين ما يريد هذه الشعارات الواهية الكرتونية. يا أخي لنأخذ العبرة من الأولين، إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وقف أمام النمرود قال لن أركع. موسى قال لفرعون لن أركع. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لكفار قريش لن أركع. الحسين وأصحابه يقول قال ليزيد بن معاوية ولطغاة عصره لن نركع. إذا كنا بحق شيعة الإمام الحسين علينا أن نتمسك بشعارنا، بشعار الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في قوله لن نركع إلا لله.
بعد شنو يريد الحسين؟ يريد منه الصبر على البلاء، يريد منه الصبر على فقد الأخوان، فقد الأولاد، فقد الأعزاء. أحدهم يسأل عن الصبر، ما الصبر؟ قالوا الصبر زينب. شلون الصبر زينب؟ قال أولم تراها يوم عاشوراء وقد رأت أخوتها مضرجين عن بوضاء كربلاء. هذا منقن على شماله، هذا على يمينه، هذا صهرت الشمس بحرارتها، هذا داسة الخيل بحوافرها. بعد ما أطول عليكم، قال التفاني في سبيل الله، تفاني في سبيل الله. الإنسان عليه أن يتاجر مع الله سبحانه وتعالى. شلون المتاجرة؟ لنأخذ طبعا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ما إن يسقط الشهيد من على ظهر دابته حتى تتلاقفه الحور العين. احنا قاعدين نجتمع من أجل الشهداء، وسعادة حقيقة، سعادة الخروج. احنا اذا واحد مات نقول السعيد المتوفى، فما بالك بالشهيد. ابطال الصبر، رسول الله صلى الله عليه واله يقول ما ان يسقط الشهيد من على ظهر دابه حتى تتلاقفه الحور العين. علماء النفس، علماء النفس يقولون أن في الدنيا لا يوجد جمال، ما يوجد جمال، الجمال في الدنيا نسبي كما يقول علماء النفس. وين الجمال؟ الجمال في الآخرة عند الحور العين. فإذا كان الجمال في الآخرة عند حور العين، من يكره، من يكره أن حورية من حور العين إذا سقطت في ساحة الجهاد أن تلقفه حورية من هؤلاء الحور؟ ما إن يسقط الشهيد من على ظهر دابته حتى تتلاقفه الحور العين. أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول في وصيته لأولاده الله الله بالجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، ولا يفوتنكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم فتدعون فلا يستجاب لكم. فلذلك احنا حياتنا أساسا ناخذ العبرة ممن غير من الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام؟ لاحظ أصحاب الإمام الحسين. حبيبنا مظاهر الأسدي يأتي إلى الإمام الحسين 72 سنة، يأتي إلى الإمام الحسين أبا عبد الله لو وجدت أن أقتل ثم أحرق ثم أدار، يفعل بي ذلك 70 مرة. والله يا أبا عبد الله ما فارقت. يمكن واحد يقول هذا حبيبنا مظاهر قضى ما قضى من العمر 72 سنة، علي الأكبر 18 سنة يسترجع الإمام الحسين يقول له أبني ما استرجع. قال بني أن لي هاتف يقول القوم يسيرون والمنايا تسير بهم إلى الجنة. قال أبني أو لسنا على الحق؟ قال بلى. قال إذا لا يهمنا إن وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا. أصحاب الإمام الحسين ليلة عاشوراء أحدهم يمازح صاحبه يقول له تمازحني في هذه الساعة وليست بساعة باطل؟ يقول ولم لا أمازحك وما هي إلا سويعات ننقلب على القوم ينقلبون علينا فنعانق الحور العين. الإمام الحسين نفسه إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. لذلك يقول سأمضي وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما وواسى رجالا صالحين بنفسه وقاتل
وقاتل مجبورا وحارب مسلما، فإن مت لم أندم، وإن عشت لم ألم، كفابك ذلا أن تعيش وترغم وترغم. يعني هذا الباذل لنفسه، الباذل لفلذات قلبه. لذلك احنا اذا قلنا فلذات قلبه، احنا فعلا اولادنا عزيزين علينا، لكن احنا قلت لك ناخذ العبره ممن؟ من اصحاب الامام الحسين، من الامام الحسين نفسه، من شهداء الشهداء الذين مع الامام الحسين. انت لاحظ ام البنين، ام البنين شو سوى؟ ام البنين اربعه اولاد. يا بني لا ألفين، لا ألفينكم جالسون في خيمتكم وقد أصابت الحسين شوكة. لذلك انت تشوف العباس وأخوانه، العباس أخذ يحفز أخوانه من أم البنين واحد تلو الواحد إلى أن هو خرج. وبالمقابل أمهم لما جاء الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، جاء إلى المدينة وأراد إخبار الناس بمقتل الإمام الحسين، إيش سوى؟ قال يا بشر رحم الله أباك، لقد كان شاعرا، فهل تجيد شيئا من الشعر؟ طلب له سيدي أنا شاعر سيدي. قال إذا ادخل المدينة وانع الحسين. لذلك يدخل إلى مدينة رسول الله، يجي إلى مركز المدينة. وين المركز؟ قبل رسول الله صلى الله عليه وآله. وإذا به ينادي يا أهل يثرب، يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي. اي مرحبا مرحبا، انت من خطيبها مو انا خطيبها. يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين. قلت لها يا أم العباس عظم الله لك الأجر في ولدك عون، في ولدك جعفر، في ولدك عبد الله. قالت يا هذا لقد قطعت نيرة قلبي، أنا ما سألتك عن أولادي، وإنما سألتك عن قرة عين الحسين. قال لما قلت لها عظم الله لك الأجر ولدك العباس، كأني بكتف ينهدل، وقع الطفل الذي على يديها، أنا من مناد ومصيبة. أيها الناعي قطعت نياط قلبي.
المنين خذي حجران اضربي جبهتك به فقد قتل الحسين نادت وحسين. واخذت تسأل ام المنين بش ما الذي فعل العباس اخبرها بما فعل واذا بها توجه الى ناحية كرمنا يا ابن بزان وقعت يم المشرعة ما يطع مفضوخ راسك والدماء من جروحك تسيل يقولون طبيت النهار وطلعت قلبك بالظما يستعر نيران ما صار مثلك يا ضوى عيني بالاخوان لجلك لقضي بالمجان للقاع ثبيته يا عقلي ويا ضي العين يا ريت مثلك يا الولد تنذبح ولا شوف صدر ابن البتونة الدور سهل بعد يا ولدي عباس يقولون زينب وليتام حرمة وضعيفة وحايرة والقوم بالنام بعد يا أم البنين قالت والله حسافة جان زينب ضبة الشام من غير والي والولي مقيد بزنجير قالوا لها يا أم البنين لا تفعلي كذلك بنفسك فقد تموت قالت لتيجون أحزان قلبي يا أم سلمي راح وولادي لا تسموني أم والجن عليتون جمرة المذار أولاد أربعة والناس بيهم يحسدونه وكل الخلق يم البنين يخاطبون شبان كلهم فرد ساعة وعلى الغبرة يا عرايا بغير تغسل لا تدعوني ويكي أم البنين تذكريني بليوث العرين أربعة مثل نسور الضباء واليوم أصبحت ولا من بنين يا الله تقبل عزاءنا اشفي مرضانا اقضي حوائجنا حوائج المحتاجين لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا سوءا الا صرفته اللهم ايد وسدد وفرج عن علمائنا العاملين
اللهم رد غرباءنا وغرباء المسلمين، اللهم فك قيد أسرانا من سجون الظالمين، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، انصرنا عليهم يا رب العالمين. أعدنا على مثل هذه الليالي والأيام في حال أحسن من هذا الحال يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله. إلى روح موت المؤسسين والشهداء السعداء، اللهم جافل الأرض عن جنبين، أصعد إليك بأرواحهم، أخلف على أهلهم وعقبهم في الغابرين، عندك نحتسبهم يا رب العالمين. إلى أرواحهم وأرواح موتى المؤمنين والمؤمنات وموتى الحاضرين نهدي لهم ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات على